ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. القط مرمور الجميل انا حميت لقيته موسخ طبعا من تحت جامد، حميته حماية حلوة اهي، طبعا ما حميتوش كله لان هو هيبرد والجو كان بالليل، بس لقيته مش نظيف حميته. ما زلنا طبعا بنترجاكم اشد الترجي ان انتوا تساعدونا ان احنا نجيب العجلة. العجلة تمنها 300 دولار، كل يوم بيجي لي 50، بيجي لي 30، بيجي لي 70 دولار. يا جماعة لما بيعدي اليوم اللي بعد منه انا بصرف الفلوس في الاكل والشرب، ما بقدرش ان انا اخد الفلوس اصرفها في العجلة. عايزة يوم تدوني 300 دولار كلهم على بعض. طبعا الحساب دوا مش عارفة هيفتح امتى، في الغالب هيفتح بعد اسبوع. دعموني في الحساب تاني اللي هو دكتورة ميرفت حسنين، هبقى حاطة فيه جيست، هبقى حاطة جيست في اللايف ده. يا ريت في اللايف دوا تدعموني على الجيست مش علي انا، عشان ما اخدش الدعم النص. عايزة باذن واحد احد 75,000 نقطة، يا ريت باسرع ما يمكن وان شاء الله باذن الله خير. طبعا انا حميته بشامبو البيتادين، بيتادين شامبو ده جميل جدا. شكرا يا جماعه.